اللهم لا تزوج عزابنا. آمين. اللهم اجعل نساءنا بائرات. آمين. واجعل ذكورنا وشبابنا أعزاب عازبون. آمين. الله جمالهم وجمالهم. بغيت نهضر لكم في واحد الموضوع قبل ما ندخلوا في الرياكسيون. كنلاحظ شي ناس كيبقاو كيلاحظوا في هضرتي بزاف، فهمتي، كيدقوا فيها مزيان، مثلا كيشوفوا شي تناقض ولا شي غلط قلتو ولا شي حاجه، كيبقاو كيحاسبوني عليه كانني انا ملك منزل من السماء وما منحقيش انا نغلط ولا شي حاجه. شوف انا راني بشر عادي، فهمتي، كنتقلق، كنبكي، كنحزن، كنضحك، كنغلط عادي، كنت ناقد في هضرتي عادي، راه انا انسان، فهمتي، ما تبقاش تستين مني مثاليه، انا ماشي مثالي، انا كنغلط وكنعترف باغلاط ديالي، ضروري غنتناقد صاحبي، راه فيديو سبونطاني، انا ما موجدتش، ما كاتبش داك الشيء، انا كنعجبني نكون هكذا كيف ما انا، واللي كيبغيوني الناس اللي يبغوني يبغوني كيف ما انا، واللي ما بغاونيش يعني راه المحبه ماشي بالسيف، هذا الشيء اللي كاين وصافي، يعني بلا ما تبقاو تستينوا مني المثاليه، انا راني انا كنغلط عادي. سالي هذا هذا وجه المشاكل، هذا ديما كيدير المشاكل. والله الا صرف قاتو سالي سال لا 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 لا، حيت كاينين بزاف ديال الحكاره كيكونوا مثلا كتف القهاوي كيشوف مسكين شي بنت خدامه على راسها وداك مول القهوه كيفرض عليها تبقى تلبس الجين وتزير، فراكم عارفين البلان، هي كتكون صابره مثلا خدامه على ما خوتها صغار با مريض في الكروسه وضارب عليهم تماره، واحد كيبغي يشوفها كجسد كيبغي مثلا يبدا يعطيها بورفوار هاد النهار مرة جاية يعطيها بورفوار، فهمتي، باش المرة الثالثة يقول لها عطيني النمرة، يصيفط لها ميساج، هادو ماشي رجال اللي كيديروا بحال الفعيلة هادو، حيت نتوما بصح ماشي رجال، وهكذا غيطرى حتى لخواتاتكم وبناتكم واحد النهار. عندي درهم وقاتلني الجوع، يلاه نمشي نشوف شنو نقدر نديروا بها في هاد القحط، مشيت كنجري في هاد الصحراء ويضربني واحد الشوك، المهم بغيت نشرب الماء ولقيت حتى الماء تسالى ليا، اش ندير دابا يا المهم. قلت نمشي نعمرها من واحد الدار كنعرفها عندي السالوت ديالها، المهم ديك الدار مشحال هادي ما جيت لها، شفتها من الباب مصطي، المهم دخلت مع ديك الدار وانا مع ديك الدار مشحال هادي ما جيتش لها، كنشوف في الجوانب ديالها شنو كاين فيها، المهم كندور هكا بانت لي قلت لها كلها مخبره ديك الدار كلها مرمله مشحال هادي ما دخلهاش انسان، المهم بان لي واحد الروبيني في الكوزينه حليت القرعه ديالي وقلت نعمرها، حتى الماء ما كاينش، اش هادشي يا صاحبي؟ طلع لي شي دم، قلت مين نشرب دابا صاحبي، المهم مشيت كندور في ديك الكوزينه، دخلت للدار كندور فيها كامله، بان لي واحد المقراج حتى هو ما فيه الماء، كنقلب في دوك الكونطوارات كلشي، ما كاينش الماء صاحبي، المهم بانوا لي شي قراعي، قلت نشرب منهم الساعه ذاك الماء ديالهم خاسر، كبيته بحال هكا باش نشوف ديك الماء كي داير، الساعه صدق ريحته خانزه، شو كي داير الخز فيه وما عادش كاع فيه، المهم طليت البيدو الثاني حتى هو بحاله، البيدو الثالث حتى هو خانز. المهم قلت نطلع الطاج الثاني نشوف شنو فيه، مع طالع لديك الطاج الثاني وانا نتفكر باللي السوار ديال الدار ما عرفتش فين درتهم، دابا كي ندير نخرج؟ شو الدرهم اللي بقات عندي شنو ندير بهذا الدرهم؟ المهم قلبت في كاع جيوبي ما كاينينش السوارت، نزلت كنجري بالسرعه وانا مشيت كنحل الباب ما عندي كي ندير نحلو دابا واحلى انا في الدار. المهم درت كاع المحاولات كنتسركل في ديك الدار شندير بالي واحد الباب مسدود، قلت هذا هو الامل ديالي فاش نخرج، الساعه تا هو صدق مسدود ما عندي كي ندير نخرج دابا، اش ندير ما عندي ما يدير. المهم عرفت راسي هنا قفرتها، قلت اش ندير، كاين واحد البلاصه نقدر نطلع منها واقع قصه ستوري كنشق نتبع مني. مشيت لديك البلاصه كنقلب كي ندير نطلع منها ولكن كنشوف كتبان ليا عاليه، جربت هنا ننقز بحال شي حمق كاد درت نقز هنا، المهم دخلت لواحد البيت بان ليا فيه واحد الكرسي، دورت داك الكرسي وتبان ليا الماكله واحد بيمو شحال بنين، المهم هاد بيمو ما عرفت شكون خلاه، جلست كناكل فيه وهنايا بحال مكلخ ما عرفتش شي طرا ليا،
الا كليتي شي حاجه يقتلك العطش وانا هنا مكلخ ما عارفش اش طرا كناكل فهاد بيمو وداك بيمو مع حلو ها كنقول بعدا لقيت الماكله قلت لكم بنين هنا واحد خونا هذا ما فيهاش هذا سافر عبر الزمن وعرفنا غنموتوا بالعطش حافظوا على الماء حافظوا على الماء يا غلام سمي الله وكل بيمينك من آداب الطعام منتوما منتوما حق ربي الا كتجبدوا لي المشاكل اش تصيفطوا لي في هذا الفيديو ثلاثة صاحبي وطبال تجعلك لا تفكر في الزواج الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وأحسن إليه وجعل له امرأة وسلطها عليه تأكل كده وتلطم خده وتلعن أباه وجده تسيء إليه إذا أحسن إليها وتقابله بالقسوة إذا أشفق عليها عيشه معها معدوم الراحة ألا من كان عازبا فليحمد الله ومن كان متزوجا فليكتر شكواه إلى الله ترى المتزوجين في أغلال من حديد وهم وكرب شديد نهارهم عتيد وليلهم يشيب منه الوليد نهارهم حيارى وليلهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكم من عازب كان كثير المال مستور الحال باهر الجمال فلما تزوج قل ماله وكشف حاله وتغير جماله وصار في الشعر من أمثاله كشف السيب من رأسه إلى قدمه أيا راغبا في لدة النكاح أيا راغبا في لدة النكاح سوف تهرب من أول ساعة الأفراح فمن أول الخطبة ينصب لك النصب ويجمعون لك الهم والتعب حتى إذا جاء وقت الزفاف أدخلوها بين النساء إليك تزاف وأدخلوا خازوق المصروف من ورائك يعني خازوق المصروف من ورائك فيت تلك الليلة في عيش الرغيف ولم تدري أنه وراءك العذاب الشديد ربطني خازوق المصروف من ورائك وأتتك حماتك وانقطعت لذاتك وأتتك بالنسوان وقالت هات البن والدخان إن قلت لا عندي لا قليل ولا كثير قالت استلف يا قليل التدبير ثم تشكوك إلى القاضي وأنت غير راضي ويلزمونك الكسوة والنفقة وأنت مسكين ذو فاقة لا تملك جملا ولا ناقة وقاني الله وإياكم من شر النساء وكيدهن وجنبنا متاعبهن وتنكيدهن آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم لا تزوج عزابنا آمين اللهم اجعل نساءنا ضائرات آمين واجعل ذكورنا وشبابنا أعزاب عازبون الله أكرمنا لهم وجمالهم اللهم اجعلهم عزابا إلى يوم الدين آمين. اللهم اجعلهم عزابا إلى يوم الدين آمين. اللهم اجعلنا وإياهم عازبون إلى أن الخونة ده حاقد على الأساسي حاقد نيشان ودبا قال لك بقوة الأزمة والمصاريف وهادشي هذا قال لك راه طولوا المدة ديال المراهقة ما بين 18 عام حتى ل 60 عام دابا أنت من 18 ل 60 عام راك باقي كتعيش أنت المراهقة ديك الساعة يعني عيشوا المراهقة الشباب مع راسكم فهمتي لقيتي شي بنت الناس اللي كتصبر معاك وفي لي جيست والله يعمرها دار وفي شكال وطولتي معاه وعلقيتيها بصح الناس ما ضحكش على هذيك تجوج بها حيت تعيش مع السعاده هذيك واخا غادي يكونوا مشاكل وكذا وكذا داكشي جاري بها ولكن اخويا ما لقيتيش حالة تجوج واش نقول لك مشي انت خدمتي مشي تقول لي نمشي نكمل ديري خويا اختار مع من تكمل ديرك تقدر ديك خيتي تنكدها عليك اصبري في حياتك تقدر تمرضك تولي انت ما كتجلسش في الدار كتبغي تمشي تجلسي في القهوه نهار كامل غير باش ما تجلسش في الدار حيت انت في الدار عايش الجحيم ما عندكش الراحه في دارك عندك النكد والمشاكل والازمات فهمتي كتبغي تهرب غير القهوه راه يا ما رجال كيقيلوا مساكن في القهوه من جوج ديال العشيه حتى ل 11 الليل عاد كيمشي للدار كيمشي يتعشاو ناس عاوتاني نغداو داولي كيمشي للخدمه قهوه الدار خدمه قهوه الدار هذه حياه هذه حياه مدمره يا فين اللمبه
يبدا تمشي تقدى الطريفه من الكيشيه ديال 14 لقى كتبيع فيها. اشنا هاد الخصايل ديال البديعه؟ كتسنى بنادم غير تشوقر باش تهرف عليه. ومالك انت فيما درنا يدينا تقني علينا ديما تابعني انايا، مشينا نبيع ونشريو في الحلال تبعتيني، دابا مشينا شدينا الكيشيه لقينا كتاب عنها. يا مالك صاحبي شني؟ لا ماشي هكا يا صاحبي، العالم عارف الكيشيه ديال 14 مشيتي انت فيكسيتي فيها الباش. شو الحبيبه الطويله هاي؟ حبيبه الطويله داخله فيه. الله تتحيد من تمايا وخليك زبوين بلا ما يخرج لك 14 عاوتاني وقع من الشوي وقع الضرب. وانا راه ما تنعرف اللي 14 لا والو، انا راه تنتحدى التحدي. انا راه الكهرباء ولات ديالي وبقى تابعني حتى في هاد الشيء هذايا، حتى غنديرو شي مونتيف اللي ما نوقفو عند الواكل ما نعرفو ما نقولو له. ها انت بلعتي الدواء عاوتاني وايداتك نفسك. بديتي تتغلط في الهضره. اذا كتضربني هاد الهضره بلعتي الدواء ايداتك نفسك. انت ديما كتضرب عاد كتلبدها. شتي ديك الكيشيه ما غتبتش فيها هاد الليله، انا اللي غنبيع فيها مزيانه هادي. لقيتيني غادي دابا بالمو ديال الكيشيه تمايا، مشيت نجيب السخون سلالي. انا مشيت جبته وانا راجل، الا كنت راجلي السخون هو هو الاكستاك دا الكينات كتا داك الشيء الموبويقات، ماشي شي حاجه يعني. الطبيصله هي هي السخون. شنو هي الطبيصله؟ نبقاو حنايا كنشرحوا. المهم الطبيصله هي النقعه. شنو هي النقعه؟ ما نعرف. يجي عندي بشرتي، جيب بورقشه ديالك وبورقشه ديالي عندي واجي نتناقشوا. انايا غنغربل غير واحد شويه د المعجون باقي لي من البارح وغتلقاني في حومتك، وال14 راه باقي له غير سوي بينا ويخرج حتى هو غيجي يشق لك داك الراس. يلا تسناني تما يا دي جي. وال14 داك راه غيبيبي، يلا دخل عليه حتى هو قال لك عنده كيشيه في الحومه يجي حلحلنا حنايا. واش انت ريزيلي؟ الله تتمشي له ديك الكيشيه بالله راه ديالي، لا باع فيها شي واحد، انا اللي غنبيع انايا، واللي بغى السخون يجي عند اللابا. دابا هضرنا معاك زوين ما بغيتيش، فانا الى جيت دابا غير غنضربك وصافي. خليتي يخرج لك 14 ويجي يدي لك ديك الكيشيه على هاد الصلابه ديالك. جيب سبعية وجيبوا شي 10 وقرعة د الاسيد وكاسكو مسطرة، راكم ما غديو والو. انتم سيدي قولوا مبروك الاخ فودكا مع هاد الطيبة هادي، اخلاق طيبة. كيمش الماضي الخوش، كيم المستقبل، كيم المستقبل، خصكم تبنيو المستقبل طيب وانا اللي طيبات، ما كيهمش الماضي. كيحس لك انت واختك دافنين السحور في الرمله. غنسحروا لك حنا اصلا، علاش غنسحروا لك اصلا الزبل؟ علاش تسحري له مسكينه ديال شحال مقيه في حياته؟ ما تربحي منه والو، حاذق مسكين، شنو تربحي منه؟ الوالد شي 20 درهم حتى نخدم. حتى تخرع فين هو عمرك خدمتي؟ واه ياك داك العام كنت غادي لسويسرا وسولت الناس قالوا لي المعيشه غاليه والجو بارد. الوالد يهربني هاد البواد، حق الله الا خالقها معاه والله. تليفون نضرب فيديو يا سلام. اي هي التليفونات الغاليه شحال شريتي للشفاره تمك؟ ما شريتوش الوالد، ربحتو في واحد المسابقه تاع الجره 5000 متر. تبارك الله عزوه، وشحال من واحد مشارك معك في هذه المسابقه؟ كنت انا مول التليفون واحد جوج ديال البوليس. اذا انا راه تاهلتي المسافه الكبيره ديال 50 سنه ديال الحبس وتقدرتي الميداليه الاعداميه وعادي تمشي تقيو عليا. ميداليه بزاف الصح. تا كنت ناخذ الفيديو اخوات، من يكون عندكم فيديو ديال دوزنا لكم اليوم ما تنساوش لايك كومنت راه تلقاو فيديو جاي سبيس الله ان شاء الله. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a